وبمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على البث التلفزيوني في مملكة البحرين، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد خليل الذوالي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا. نرحب فيك أستاذ خليل في نشرة أنباء الثالثة. وبداية، شهدنا هذا اليوم افتتاح استوديو مركز الأخبار الجديد ذو المواصفات التقنية العالية، والذي دشنه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كيف تصف لنا هذا الاهتمام والحرص من سموه على هذا المشروع الوطني؟ الحقيقة يعني احنا عشنا تجربة دعم المملكة لإعلامها الوطني مع زيارة سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم لاستوديو المطور لاستوديو الأخبار. يمكن الأخبار شهدت تطورات حقيقة، ونحن نعتبر الأخبار أو الاستوديو الأخبار هي بمثابة قمة العمل الإعلامي، وأحيانا تسمى مطبخ الذي يخرج أجيال وأجيال. والحمد لله أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان اليوم زار هذا الصرح وأدلى بتصريح دقيق جميل جدا في إذاعة راديو بحرين، وأعتقد أنه يجب أن يصل إلى كل مواطن وإلى كل مسؤول ليعرف كيف تدعم القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان. كيف يدعمون هذا الإعلام الذي هو بمثابة ركيزة أساسية وينطلق من انطلاقات من أجلها تتم عملية التطوير. ولذلك الحمد لله أن هذا الإنجاز اليوم الذي نفخر به بعد مرور 50 سنة، وهي فترة يعني ذهبية أو اليوبيل الذهبي، أعتقد أن احنا عشنا هذه الفترة ووجدنا كيف كانت قيادة تدعم الإعلام عندنا. وبالعكس يعني كنا لما نزور مع زيارات رسمية للقيادة في الخارج كانوا دائما يفضلون أن نكون بينهم ويعطونا المنقول التوجيه المناسب. ولذلك يعني احنا فخورين بأن حكومتنا الرشيدة تدعم الإعلام، وبالتأكيد سوف يكون هذا يعني تاج على رؤوس الإعلاميين البحرينيين الذين يفخرون ونفخر نحن كإعلاميين سابقين بهذا الإنجاز المشرف والكبير. نعم أستاذ خليل، برأيك يعني أهمية استمرار التطوير في البنية التحتية لجهاز التلفزيون؟ البحرين حقيقة شهدت تطورات وفي كل المجالات، يعني احنا لا نستثني الإعلام وإنما تطورات في كل المجالات. ونحن نشهد شبابنا وهم يتقلدون مناصب مهمة جدا ويتفانون إبراز مملكة البحرين. الإعلام هو مثل ما نقول مرآة لكل هذه الإنجازات، ولذلك سبحانك الله يعني عندما يفخر الإعلاميون بهذا الدعم وهذا الإنجاز فإنهم سوف يضاعفون جهودهم ويؤمنون برسالة الإعلام، وليس فقط الإعلام المقروء وإنما الإعلام المرئي والإعلام المسموع. فلذلك والحمد لله يعني احنا نفخر بشبابنا وهم يقومون بهذه الانجازات. وسمو ولي العهد اليوم اكد على يعني اهميتهم واكد على ضروره المضي قدما في سبيل يعني انجاز الكثير من المشاريع. نعم. السيد خليل ابراهيم الذوادي، الرئيس التنفيذي لهيئه الاذاعه والتلفزيون سابقا، شكرا جزيلا لك.